غرفة نحب ان نكلمها نحكي معاها ما فهمتش كيفاش ودي ما نرفيش هذه الشرطة هذه مشاروا نهار الخميس نهار ثلاثة توفى يعني أربع أيام الخمسة أيام ريتوا هاو الدم هاو هاو ميساج حط صبعي ميساج معاها التصوير هاو الدم هاو هذي مشاروا تعرف قديش عنده مينيموم عنده صحيبي خمس سنين خمس سنين قرطة سنة فهمتني ومش ربس هي من نصبه لأ ربس هي العرق فخ معناها جيبك الناموسة في العرق إيش باينة هاي كميش ضربة ضربة نجيب الدور ضربة هكا فما واحد يضرب روحه كيكا أخسر لها إيش ركز معها بالضبط هايكا هايكا اللي تحكي عمرها بتكون ضربة هذيك أختي قبل ما يدخل عبس هذيك عنده عرق لهنا فهمتني كيما الرجال الكل هكا هي عندها يجي اربع سنين اخزر لها هذه ضربته نتاع موس بربي فهمتني شو اخزر لها بالحق هذه ضربه راه انت نتاع موس ولا نتاع لام ولا نتاع حاجه سالي عمره ما رقد في السبيطار ولدي وجيبوا لي اوراق ودوسيات اذا كان هو رقد في السبيطار قبل المريض ما عندوش ما عندناش هي اللي مسيح اللي جا لمراكي ونعمل نداء للمربيت انا الساعه قبل كل شيء اللي يخرج وراه لي ولدي كيفاش تعذب ورا لي ودي كيفاش تضرب بجاه ربي بلاص سميمتكم تجولوا تعلموني اللي يسكنوا معالي في الدار واللي كلهم كلهم اللي يشوفوا في عليه الكل وشنو صار فيه يجيني حتى من الخروات يجينيش من القصرين يجيب لي حق ولدي فما الناس معاه في البيت خرج على ساقيه يجيبوا لي حق ولدي كيفاش تضرب يجوني ماني امكم يجوني عدى عام وسبع شهور في حبس مرنقية لو كان جاء عنده مر مزمر راه مسجل مربيت الكل خلي نزعوا على مربيت الكل كان عندهم قوة خلي نزعوا على مربيت الكل في الصحة زايدة مزالية بيعذبهمش عندهم ممات مش انا واحد من الناس سمع من ريسك كي اسمي وتصويره معناها ما على باليش بهم المهم باش تربع عباد اخرى باش تنجع عباد اخرى تمنع عباد اخرى مش هاي اللي صار علينا نحنا معناها ما يسالش واحد يكون انتحاري مثل ما حتى مشكل معناها اما مدام عياري هذيك اللي جات البارح احنا برشنا قضية هي جات تحب تغطيها جات تغطيها تحب تغطيها اسمي عصام اللقب نتاع خليفي مجلود سبع مرات على المخدرات وعندي معناها اوراقي وشاكي بالحاكم وبرشا حكايات نحب نرجع للمراه العياري ولا شكون نتاع النقابه نتاع السجون بالحق راه ما تعرفش شنو هي ثمه في الحبس معناها وعمري ما ريتها في الحبس وتحكي على عباد صدقني ما تعرفهم الشخصيه نكايه معناها النقابه ولا ما نعرفش كيفاش ما تعرفهم الجمله وما تعرفش شنو هي صاير معناها تحكي كيكا ما في بالها بحد شيء وديجا التعذيب موجود وبالادله وبالاوراق كيما تحكي هي وموجودين كل شيء انا واحد من الناس عندي اوراقي شاكي بفرقه كامله تكسرت توقفوا على الخدمه معناها ديجا لهنا معناها بالوراق وكان ما جاتش معناها الحكايه موجوده التعذيب والحكايات هذوما ما يتوقفوش عباد وما يتبعهمش معناها التحقيق والعداله فهمت؟ ماكش شريت واحد ضرب روحه كان بيغر وديجا الطفل الله يرحمه عليه بالنسبه لعلي انا كنت معاه وكان بعدها فرد بيه ديجا الضربه اللي تحكي عليها كسورت انت مدام شوف كيفاش معناها ماهيش ضربه نتاع موس جمله ديجا عرق مقنفل مش ضربه معناها فهمني واللي تحكي فيه عليه الكل معناها باش يستفز العوان ولا حاجه ما ثماش منه معناها ديجا عمره 26 سنه هو واحد يشوف الحاكم كقولوا وندرى شنو يخاف واحد اوتوماتيكمون يخاف واحد سوا لا بالشوف يا بحكي لك كيفاش في بير يا انا ديجا او حتى اخر مره جاو باش يعملوا فوق هكا معناها في بيت عباد بكاكوليت ما تعرفش حتى شكون حتى الوجه ما تعرفوش ولابسينك الدروع معناها حتى باش تشد باش تعمل حاجه ما تنجم تعمل حتى شيء جاو اخر مره انا واحد من الناس ثم ملازم ثلاثه نجوم من حمنون في هو اللي جا فكني منهم بيصوروا فيا بالعاني باش يعملوا لي مشكله معناها على خاطر ضربوني وخاطر بري مانيش ساكت على حقي وطيع من ربي الدير كي جاو دارنا وموجود بسام ديجا هذا معناها نائب المدير نتاع السجون جاء هو خلى متحومتي وحرام ما يجيش هكايا وفكني منهم وزاد فسخ لي تصاور معناها حبوا يزدوني مشكله ولا يعملوا لي قضيه بالتصاور هذوك ما نعرفش معناها وكيفاش التعذيب معناها شو يعملوا شو قاعدين يعملوا ضرب يا اخي 60 واحد وانت اللوطه تبدا تضرب فيك بورت كانيات عباد يبسط عليك يصب عليك الماء شعرك باش تقرع شعرك انا ما نحبش نقرع شعري هذه حريه حاجه من حريتي معناها ما تقرعش شعرك تلبس مينوت ويشدوك بمقص وناس تلزق عليك وناس تصب عليك في الماء قسما بالله يا ربي لنروح لميمتي لنكذب عليك ولا نزيد عليك حتى كلمه معناها ديجا هو سيلون اللي يحكوا عليه باش يهبط له واحد يلزم يتعدى على طبيب ويلزم برشا مراحل قبل ما يهبط البلاصه هذيا ذوما كيتيو المراحل هذيا الكل يمشي ديريكت يكتب تقرير ويهزك للسيلون وتزيد تلقى عباد اخرين ما تعرفهمش يشدوه ويعد يكتفوا ويقرعوا له شعره ويعملوا فيه عمال ويزيد يدخلوه يسكروا عليه الباب
هنا واحد حتى باش يدافع على روحه ما ينجمش يدافع على روحه. كيما حكى الصحافي البارح في قناة نسمة ذاك قال لك أسقط حاجة في الدنيا هذيا كون واحد يبدا مكبل وعباد تضرب فيه معناه. وهذاك هو اللي قاعد يصير فهمني. واليومين هذا معناها بالأدلة اللي جاك تخزر أنت تصور تفل مريول شرطوه بالدم معناها برشا حاجات معناها واحد ما يلزمش يسكت عليها كاية الدعاوي اللي هو مريض كان جاء مريض ما يهبطوه السيلون ديجا هو كي هو هكا البارح استعرفت هبط السيلون قداش المرض ديجا هي خالد هبط السيلون والسيد يحكي بتاع المسرح الأمنية ولا شنو هو اللي يحكيها البارح ديجا ما نعرفش اسمه قال معناها طبه وطبه اوتوماتيك موك يحكي هو عنده مرض مزمن ما يهبطلوش السيلون كيفاش يهبط البلاصه السجن مضيق صدقني معناها واحد يموت ويحيى كل يوم فيه عيف سليب قولهم ديجا وثم لبسك تبيتيني بينار معناها يلبسوا هيك صدقني ما نعرفشني باش نحكي لك انا معناها يا ماده يا دم تاع عباد وماش باش نحكي لك معناها تلبس لبسه تولي كلمه هبول معناها وبالسيف عليك باش تلبس وتعمل هكاك سينو يصير فيك حاجات اكثر من هكاك سيرو يصير فيك اللي صار في عملنا عريضة حبينا نجبدوا الأوراق تاع خويا وقت اللي جاء في جويلية فهمتني وفي أوت وفي جويلية وفي جوان كل مرة يجيبوه من تحت التعذيب رفضوا لنا الرد مع باش يعطونا شهادة طبية هذه قضية هذه قالوا لنا سري قالوا السري قال لك الحكاية هذه ما عندكش حق تعرف الإرهابي هو سياسي أنا مريضة لأقصى درجة ونجري على ودي وما خليتوش ونمشي انا حالتي مريضه في الحاله هذه ها فما تسير ونلقى ولدي مريض وضلوع وتوجع فيه وقول لي امي راه مكسروا لي ضلوعي يا امي راه مبسطوا لي للسبيطار مرتين تاع الحروق مرتين مرتين تكسر ماما اسكت هذه وقت اللي بدات المشكله امي يعمل لي راه مكسروا لي ضلوعي راه شوفي وجهي مزلوع ولا اللي في وجهه مزلوع من هنا هكا كله مزلوع يا امي راه باش يقتلوني نقليني يا امي نقليني يا وليدي نقول له اصبر اصبر هاني نجري ونشكي اش نعمل انا انت سبعه جويليه وعشره جويليه كسر هاني نجري ونشكي لا جاري الشروق لا جاري التونسيه لا المنظمه هذيك مشيت لها نتاع راضي النصراوي ما خليت كيفاش عملت طلعت صرت في كام تاعي هيا باش نموت في مريضه في حاله وشديت روحي كي ودي باش ولا تندب هذيا دزني حامه حامه دزني بركني على ركاب ما بيتيك ما بيتيك فهمتني ما بيتيك دزوني الزوز وما خلوا ما عملوا فيه أخوة خمسة وستة عوان يدزوا فيا كركروا فيا واحد يد منا والآخر يد منا وأنا ركابي مزلوعة في القاع وأنا نندب كيما كاك على ودي كي لقيته فك الحال قلت كي نخرج أنا ندخل نزور والدي ونجي خارجة وقتها نمشي للإدارة أنا ما هو الزوج معاه. شوفوا لما عطوني المدير وسهروا البوليس اسمه حما حما عاون اسمه حما حما. أنا ما. ها هو المدير وذي معروف عاون. لا هو اللي ضربه. عامل نجوم هو راه. فمو لازم مو لازم مو لازم عامل نجوم. ماهوش المدير. ماهوش المدير أنا في بالي. حما حما هذا ولا بيل تيك. يعني خلينا نحكي عليه. فما سامي راه فما سامي معروف. فهمتني. أنا كي نخرج من البحث ولدي يشكي لي نخرج نمشي للإدارة ما عادش نرجع نشوفه راه. أنا ماشي لي أنا يا حاج أنا ماشي لي يا حاج. أنا مش حتى هو عامل بعمله يحسوا فيه قديم لا ولدي قلت نقول ما يعملش ولدي كي ما يعملش ولدي نعرف ولدي ما يعملش محبوب عام وسبع شهور في حبس المرناقي يعيطوا كان يعلولوا قدامي قردياليات الكل يحبوا من مشى البرج العامري من مشى البرج العامري ولدي سقط صدقيني عرضني قرديا من برج المرناقي ونعرف ونعرف اسمه اسمه حنان اسمه أنيس اسمه أنيس من ند وشباب كي قلت له يا انيس راهم عملوا كسروا له الضوء عملوا فيه وزرعوا له وجه ولا يبكي في محطه الباساج هبط للخدمه عليه قال لي خد زكي اجرى في هذا قلت له عليه اجرى في هذا وقف وانا هكا تشوفي كيفاش حالتي قبل ودي ما يموت قبل ودي ما يموت شنو عملت في روحي خاطر لقيت ولدي باش يموت قال مرته بشهرين مره اخرى بعد ذلك انا نرجع نلقاهم خارجينه لي من السيلون جمعه كامله خاطر انا عبدتهم كل خميس نمشي فهمتني حطوا جمعة كاملة لا ماكلة لا شرب خرج لي الريق على فمه من هنا الدمق في عينيه راسه مفرفش وجهه أكحل يتكلم هكا يتكلم أمي راني بري للمدير أمي راني باش نموت أمي راني باش نموت بري للمدير نمشي للمدير ما خلونيش ندخل حما حما كالعادة حما حما بعد باش فقت بحما حما مش مديرة هو قال هو بيضو حما حما اللي يضرب فيا لا تعرف قداش فقت أنا حما حما مش مديرة وقت اللي مشيت نهار شحال نجيب للشرط عندي السكين قال لك ما هوش مدير قلت له راني قابلت المدير قال لي قابلت المدير وسير هذا كله
قلت له ايه قبل؟ قال لي تسمع؟ قلت له حما حما. قال لي لا مش راه مش مدير هذا، مدير السجن. قال لي راه مش مدير. كي مشيت انا رجعت لولدي فقت فيه مش مدير وقتها، وقت اللي كي خرج من السيلو. قلت له يا علي وليدي انا كان فيه المدير. قال لي اسمه يا ما. قلت له روح حما حما. بدا يضرب في وجهه بالكف وقال لي يا ما حما حما يضرب فيا معاه. راهو مشوا لهم وجيبوه ويضرب فيا معاه. ونحلف مستعد على 60 حزب نحط ايديا ونحلف. اللي قال لي يوم راموش هذاك راهو ينوب ينوب المدير نتاع السجن. ماهوش حما حما ماهوش المدير. البارح قالت لنا ماهوش نائب نتاعو. مو لازم مو لازم عامل زنجو مو لازم. قال لي يا ما لا راموش مدير هذاك، راه هذاك يضرب فيا معاها. وهذاك اخو بنيتي ما نقول لك. وانا مشيت غادي للحبس وعطاني هو الدات اللي هزوا فيه ولدي من اول نهار، نهار السبت 20 نهار 20 ونهار 21 هزوا سبيطار الحلو نهار 22. معناها شاد روح ولدي يلازم كي نمشي لي يقول لي مع الموت اللي في الحرامش. كل سجين كل سجين يموت فهمتني في الحبس يا ازماتيك يا سجون ديما كي يا جلطه يا فهمتني سحت كريس كاردياك. علاش؟ ما ديما السجون اللي هذايا هذايا بركلا قطاع كيف هكاك باش يموت بجلطه هكاك. شنو هي الجلطه؟ اذا كان فما جلطه راه تحت التعذيب صدقني اقسم بالله. فما شكون معناتها غسل انا ما نجمتش نحضر، ما نجمتش نشوفه كيفاش مشرح، ما نجمتش ما عملتش. خلت انا شافونا هنا هكا هذه من هنا خارجه معناتها فوق الوذيك بس خارجه برا جمله. عنده حاجات هنا محروقه شوب هذه حاجه ما تعرفيهاش. مدام عياري هذه كوميك تاع تاع كوميك. مدام عياري هذه جايبينها ضرب روحه كعبه يغرت. انا نسمع بواحد مات كلا كعبه يغرت فاسده. اما فماش واحد يضرب روحه كعبه يغرت. الحبس فيه لامات فيه الزطله فيه الدوائر فيه كل شيء. يعني تحت من تربازيه ما يسحقش ما يسحقش ما يسحقش باش يضرب روحه كعبه يغرت. هذه كوميك مسخره هذه تاع وزاره العدل. وانا نطلب من وزارة العدل من وزير العدل يجيب لي حق ولدي ونحب نقابله. وانا نحب نقابله خل نوريه الوثائق نوريه الشيء اللي صاير عليا قبل ما يموت ولدي. شبان الناس قلت ويهز لي ليهم ونعيط لهم ونبززهم. فما حاجه انا كل خميس عند ولدي عليه هكا عليه يمشي معاهم هما وضيع لي حقي انا وحق ولدي عليه. انا راني ما حاسش بحد شيء. حاسش بشكون قتل ولدي هكا تحب شكون قتل ولدي؟ شوف بس النقلة نتاعو جاتو نهار 18 باش يخرج من حبس برج العامر. باش يخرجوه باش يخرج كونفا البرج الرومي. جات النقلة نهار 18 مات 23 شعبان ما نعقلش مات خاطر هما يضربوا فيه السبت. وقت اللي جا خارج للكونفا قالوا له ما عندك وين هارب وشدوه. حط كلام محاذي بعض يا سي. وهما قالوا له ما عندك وين هارب قبل ما تجي النقلة. وقال هذه قال لي قالوا لي ما عندك وين هارب. وقت اللي جات النقلة شدوه. وقت جات النقلة ما حبوش شدوه هما قبل ما تجي النقلة. هما من البلوار نتاعهم بنهار من البلوار شدوه نهار الخميس. ولدي فلوسه قاعدة 50 دينار كما عطيتها له. ولدي ما كلاش شيء من قفته راكلتها المربيت. ولدي جاني الشرطة ويلي هزيته نهار الخميس بالدم. صورته راهو ما راهو ما كلاش شيء. ريتي 10000 زرقاء و 20 حمر مطبقين كما عطيتهم انا. لو كان جا ولدي مش خطفوش من البلوار اللي جاني لي انا راهو على الاقل خذا شويه دخان هكا ولا راهو على الاقل خذا شويه دخان. هما خطفوه من البلوار. النقله جات نهار الجمعه. وقت جات النقله هو مضروب كيفاش يبعثوه؟ قاعدوا ماشيين جايين بيها على سبيطار الحروق. انا كي مشيت يعملوا له جست اسعافات اوليه ويروحوا بيه. اسعافات اوليه ويروحوا بيه. اللي مشى فيها السوق. لقوه الدم تسيب على مخه الداخل. مثرب ولا مش عارف دم سرح على مخه جمله. خرج لنا من الطبيب قال لهم سويعتين هذا مخه يقف. انا مشيت وانا مع المصدر انا طالبه من الرئيس التعليم. لحظه بالله لحظه مشيت مع امي شفته وانا كي زرته في الزياره شفت عمي مش عشان تصرف معاه ما
واحد يدزه هكا فهمتني والاخر فهمتني ترك كيفاش يتسمم عليه والاخر يجي باش يمد لنا ساك بتاع دبشو ساك دبشو هكا باش يمد بالدم كيفاش خذاها من عنده باش يفرك واجه بالدم فكه اه وكيفاش خذاها رجعها من يده فهمتني علاش هذا كله خاطر ما يسكتش على حقه كي يسب واحد ما يسكتش قال لي تعرف شو خسر قال لي ريت عزيز خويا كيفاش يعملوا فيك كيفاش تصرفوا معايا فهمتني قال لي راهم حاطيني في بخاخه برا كل حبس كامل خير علاش وقفوك حتى حبوا وقفوني وحبوا وقفوا خويا زاد هو بشيرو فهمتني حبوا وقفوه كيفاش تكلمنا احنا كيفاش تعذبوا فيه كيفاش تضربوا فيه ما خلونيش فما حاجه ما خلونيش انا مش لحظه عزوز سامح نتكلم كلمه لحظه نتكلم عندي بطاقه تعريف شوفها من وقتاش بطاقه تعريف هذه بطاقه تعريف نتاعي هذا من وقتاش طالع مشيت لخويا للبلوار نهار الخميس مع امي منعوني ما خلونيش ندخل ما خلونيش ندخل علاش ما خلونيش ندخل علاش ما خلونيش ندخل على خاطر هما ما يحبوش اني نحكي معاه انا باش نفهمه مش بالها من هذه مرا كبيره تتعدى عليها انا يقول لك هذا اخوه تو يفيق على وضعه يفيق بالحكايه يفيق بكذا يشاميه يعملوا يحكي ما خلونيش ندخل من الباب هذا هو تلبس لي خليه ما حبش يخليني ندخل عندي بطاقه تعريف هيا شوفها من وقتاش طالعه العالة طلعتها بتاريخ قديم نهار الخميس موجود انا قدام الحبس ما حبش خليني ندخل وخلي ساكر فمك ولا نوقفك تو وليت خفت على راهي انا عندي صغار رجعت هذه امي ولد تبكي خاطري على شبلتي برا ارجع غادي برا رجعت مشيت دخلت وحدها ما خلونيش منعوني مش ندخل نشوف خويا بلا حق بلا قانون مانيش عارف خليته لبس عليه في صحه جيده نهار الخميس يوريني في شعره ويضحك الاشكالي حاجه توجع فيه ويدي كي تبدا عنده حاجه اشكالي كان منهم هما كان حاجه عنده يقول لي ربحوك جمعتي فهمتي بالعاني حاج تنبيه جمعتي ما شكاليش فجرت بعضهم الخميس اللي قبله والخميس اللي مات فيه جمع لي ما توقع بتوانا راه هكا هاو خطفوه من عندي ورقة الزيارة نحوالي نهار الخميس نحوالي نهار الخميس ورقة الزيارة قالوا لي باش نبدلوها لك هي حاجة خاطر هو نقلناها في بيت اخر نقعد نلوجوا عليه باش نبدلوا لك النوم مش بيه النوم ما جابش يكتبوا وانا تعبة ماني في العالم خاطر انا وين شو قلت له فهمت لك انا وين عليه شو قلت له هي خرجت من هنا هما هزاو خذاو كل خلينا نكمل خذاو كل الورقه وانا ما جيتش لبالي كنتش بستيل يبدلوا هما راهو ديما يكتبوا لي بستيل يبدل خذوا من عندي الورقه بها باه تو ورقه الزياره الخميس اللي بعده قالوا لي الخميس اللي بعده الخميس الجاي يجي حاجه تعطيها جديده امورها واضحه ناس الثلاثه جتني خبر ولدي وهما من نهار الزبت هما ماشيين بيه جايين على السبيطار قلت لهم هو مريض علاه ما علمتونيش؟ تحبوا تبرروا موقفكم ولدي مريض. ما عيطوني يقولوا ولدك هو مريض. خل نشوفوا انا يحكي لي. خلي يحكي لي. علاه اختي خلوه في غيبوبه جمله واحده وغموا له عينيه وقلت له وقتها جاوا يعلموا فيا. الغيبوبه راهو كلامهم هما راهو سفيان. الغيبوبه راهو كلامهم هما يقولوا لا دخل في غيبوبه هما يقولوا اللي يحبوا. هما يتسمعوا عندهم الحق يدخلوا لاي بلاطو اي اذاعه يدخلوا لها احنا ناس ما نتسمعوش كلامنا احنا البر حتى اذن انا برا منين دخل في غيبوبه اخويا علاش دخل في غيبوبه؟ بالله سفيان الله ديما يا عندي مسائل علاش مش مات ديريكت من ضربه مات ما عندوش ميت كيموت فهمتني ندفع عليكم بعد عمر طويل انا ما حاله احنا نمنوا بالموت مش كيف هو كيما يحكوا هما يقولوا ما يتمنوش بالموت فهمني كل واحد فهمني ومسطر له ربي كيفاش باش يموت مسطر له ربي باش يموت على يديه ماما انا غالب باش يعذبوه وكذا خويا الميت وقت اللي يموت يعملوا له فمه هكا يتسكر يعملوا له هكا عينيه تتسكر خويا عملوا له هكا فمه يرجع ربطوا له فاصل هكا من هنا فهمني باش يرجع يمشي يجي دقاته كسري دقاته كسري وعينيه محلوله ربطوا فهمني تمشي دور عينيه محلوله عينيه محلوله وكرومته معوجه ويدهم طايشة على جنبه ساخو هذه اللي صار معوجه انا شفته في البلاكار في بيت الموتى ساخو معوجه وراسه هذا معوج على بعضهم الطبيب اللي دخلني البيت الموتى خلي خوك مات العشرة واربعة قلت له هذا يابس هكا مات العشرة واربعة اعطيني شكون الطبيب اللي صح عليه مات العشرة واربعة اجبدني وخلي برا اطلب التشريح لخوك وظهر له حقه الطبيب اللي عنده في البرموس اللي قالوا خلي اطلب تشريح انا ما نعرفش راه ما طلبت شيء تشريح راه الطبيب هو اللي خلي اطلب تشريح باش تثبت حق خوك عيطون على اساس باش نسوها وانا هي وزاره الصحه ترضى بالشيء هذا تخرج ميت في المظهر هذاك
احنا دولة اسلامية رانا نستو الميت نخذولو غماض ورانا نستو نسولو راسه نسولو ساخير يرتوهم بالسبرغ ما يخرجوش معوج هكا في الوقت هذا هما ما حبوش يستوه ما حبوا يعملوا له حتى شيء لعنده خايفين يشكوا في موته ويولوا هما في مشكلة ما تحبش احنا خونا مات سي اما فما سفاح يدور في السجون حبوا نعرفوا شكون اول مره يقتل ومازال يقتل السفاح هذا مازال يقتل في السجون ما يوقفوش هاي تونس صغيره ريتها تونس صغيره ما يوقفوش ما يوقفوش اول واحد يموت في السجون علي الواتي ماهوش اول واحد يموت سير نعرفوه تصير كيف هذا كان ماهوش اخر واحد باش يموت في السجون علاش موت في السجون ديما جلطه ولا كريس كاردياك اعطونا السفاح اللي يقتل هذا فماش هذا ولاد صغير هذا مش راجل كبير ولا كذا ولا مريض بالسكر وبالدم والتونسي فما بشر يقتل في المرابيط مسيب الداخل يدور بشر مسيب يدور يقتل في المرابيط ولا على بالهم بيه وسير العدل يمكن ياسر في باله بيه مسيبينه خويا تحكم بثلاث سنين عباره اعدام عشوائي هذا عباره تحكم بالاعدام اي صابات اختي اي صابات عصابة هذه تخاف من ربي ما يحبوش معنا برشا من حملين جميل ارواحهم العصابة الحبوس ايش بتعذيب الكل كيما خويا الكل كيما خويا الكل هجلت الكل عند رجلي الكل كيف كيف شنو على الحبس سبحان الله ما عندهم كان جلطه شوفوا حاجه اخر حاجه طلعوها كعبه يا غرد اعمل ايه دار الحكومه مهدي جمعه كل عيطول كعمل ايه دار الحكومه شوف امي وقت اللي هي ما قالت كعبه يا غرد قتلت خويا امي وقت اللي مشيت وعملت في روحها هكا فما دي هذه تبع جبن روح هذه تبع جبن خبشت بيه روح فهمتني قولها بجرب يقول هذه تبع جبن هذيك فمن هيك تشوف علاش نثبت عليه هو حي ما نثبتش عليه هو ميت ما نثبتش عليه هو ميت هاك تشوفوا فيه وجهي هاك تشوفوا فيه صافية وجهي أنا ولدي حي نثبت عليه هو ميت ما نثبتش عليه على خاطر ولدي حنين وضحاك ما حبيش نندب على ولدي أما ندبت على ولدي أختي لقاه باش يموت تعب ويدوسوا فيا ويكبوا فيا وقعد هاك عام عام يسب كلام زايد وكفر عليا تعرف شنو هاك انت اش رديتي هنا قال لي هذا عليه نتاعك حسبي الله كذا منك اي هز عليا الخرا برا كركروا فيا وانا كايبي مزلع عندي لا ماي في سقيت عملوا ريرك وريرك زاد عندي لا ماي حسبي الله ونعم الوكيل كيفاش يكركروا واحد منا وراخ منا وهم يكركروا سيبنا ذاك شدني هذاك ومكركروا فيا اللي رموني لبرا رموني لبرا بالخل وخلوني تبلحت غادي يكون نبكي أدام فما ألفة العياري يدافعوا على العباد اللي تقتل أدام مازال القتل سامح دام هي هذيما هما يقتلوا وفما شكون يدافع عليها كيفاش بشوف الحكايه هذه نتاع القتل في الحبوسات ما توفاش هانو هذاك السيد يقتل في الحبس وتجي ألفة العياري تلبس ميني وتجي تقول لي انا احنا نقولوش خالد راضي النصراوي خالد راضي النصراوي اللي هي معناتها تحرض معناتها وتجبد في العوين وتشوى في صوره العوين مش راضي النصراوي مبارك حتى احنا نقولوا اللي فما عوين خاطيه اللي ضربوا خويا يجيبوه مش الكل انا جارنا عاون هنا في برج العاون اللي يخدم اسمه مكرم ها هو يسكن ورا دارنا يخدم في نفس السنترا اللي فيها لي خويا ما حبيناش نطلبوا منه شيء ما حبيناش حتى نسالوه قلنا له خدمتك هذيك ربي يعينك ويجيبوا هنا او جاري جاري احنا ما قلقناهوش هو يشهد بهذا احنا نسالناه ولا قلقناه في خدمتك ربي يعينك فما عوين راهم شرفاء فما عوين نمشي لغاديكا ما يحكوش معانا حتى كلمة العيب تفضل يا حاجة تفضل خويا مرحبا تفضل فما عوين وديكم وديرو وفما عوين لها راك الله أما اللي ضربوا علي خويا هذوكم اللي حاشنا بها راهو خويا شاكي بهم وهو حي وحما حما ضرب عليه ونبيلتي داخل في السنترة والبرة ضرب أمه البرة كب أمه ودزها وسمعها الكلام زين ناخذوا حقنا بيدينا احنا نمشي للحبس فما سلطات ياخذوا لنا حقنا منهم مش نحما حما عنا بيه بوند هاو عنا جارنا يخدم في السجون مانا نعملوا له حكايه زوز بحذانا فتحي جا نبيل بحذانا فتحي سمي اسمه فتحي نبيل وفتحي ومرت نبيل تخدم في السجون وبحذانا هذا يخدم في السجون محاد فوز جيرانا كلها يخدم في السجون بحذانا اسهل روب سمعنا هو مش كلمة العيد نحترمه ويحترمونا ويرحم والديكم والديه اتبقى اللي ضربوا على خويا رانا طالبينهم مشنا احنا هذوما فهمني اصحابنا وحما حما معادينو علاش معادينو معنا علاش معادينو ضربوا في الحبس وضربوا مول برا انا قاعد يدور لاباس عليه انا قاعد مش موقف ما فيهوش قضيه تحقيق ما فيهوش علاش تضرب في المرضيه علاش تضرب في الموقوف هذاك المربوط هذاك تعطوني نمر التليفون نتاعي وتطلبوا لي مهدي جمعه وزير العدل والرئاسه وزارة الداخلية وكل يطلبوا لي الحكومة كل ما هو عندي وكيل العام وكيل العام قول له راني
لي حق ولدي وكيل العام. هذا كي مات لي والسلام عليكم. هذا شر ان شاء الله لا يزيد.